اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. جماعة العدل والإحسان منعت من عقد مؤتمرها الثاني بالعاصمة التركية إسطنبول، الذي كان سينعقد تحت شعار التغيير في نظرية المنهاج النبوي عند الإمام عبد السلام ياسين. بعد هذا المنع، اكتفت الجماعة المحظورة في المغرب ببلاغ عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين، قالت فيه أنه تم توقيف فعالية المؤتمر لأسباب غير مفهومة. وطال المنع بعد ساعات من انطلاق هذه الندوة الرجل الثاني في الجماعة فتح الله أرسلان، حيث منع رفقة الوفد المرافق له من دخول الأراضي التركية للمشاركة في هذه الندوة. وفي هذا الصدد ربطنا الاتصال بفتح الله أرسلان الذي قال إن السلطات التركية لم تقدم أي أسباب أو مبررات عن هذا المنع، بالرغم من محاولة الجماعة التي ينتمي إليها إجراء بعض الاتصالات. واستبعد أرسلان أن يكون سبب المنع هو اعتبار جماعة العدل والإحسان جماعة متطرفة، مضيفا بأن السلطات المغربية هي من كانت وراء هذا المنع. لنستمع لفتح الله أرسلان. احداث الوقائع داكشي راه ترجمناها في البلاغ اللي صدر، هو اننا كنا متوجهين الى اسطنبول لحضور المؤتمر الثاني لنظريه المنهاج عند الامام عبد السلام ياسين. منع بعض الاعضاء في المطار منهم انا، وابلغنا بانه احنا ممنوعون من الدخول لتركيا، ولم يعطونا أي مبررات لهذا المنع. حاولنا أن نجري بعض الاتصالات هناك لكن بدون جدوى، ما أعطونا حتى شيء مبرر. وبعد انطلاق الفعاليات المنطقة مر الجلسة الافتتاحية ومرت المحاضرات في الجلسة الأولى، بعد ذلك تدخلت السلطة التركية ومنعت استمرار الجلسات وأوقفت الملتقى، ولم تقدم أي أسباب واضحة لهذا المنع. جماعة العدل والإحسان هي معروفة عند السلطة التركية، ماشي عاد اليوم غتعرفها. المؤسسة هي فايت لها انضمات الملتقى الأول منذ 3 سنوات، ما كان حتى 3 سنوات ما كان حتى مشكل، والآن هذا النشاط منظم بتعاون مع 2 ديال الجامعات التركية مشهورة معروفة في العاصمة إسطنبول، وحضورها شخصيات دولية من مختلف العالم الإسلامي، مفكرين من داخل تركيا وخارج تركيا وحتى من تركيا كثير من المفكرين. فأنا لا أعتقد أن هذا هو السبب. على كل حال التأويلات هي متعددة، وحسب ما بلغنا ولكن بطرق غير رسمية، هو أن هناك تدخل للسلطة المغربية لمنعها عن النشاط. أنا أعتقد أن هناك ضغوط مورست، نحن بصدد التأكد من ذلك، ولكن هذا المرشح. الدواعي الأمنية والخوف من أعمال إرهابية جديدة قد تضرب تركيا، وتصنيف جماعة العدل والإحسان من بين الجماعات المحظورة حسب بعض المتشبعين للمشهد السياسي، قد تكون السبب الرئيسي الذي جعل تركيا تمنع مؤتمر الجماعة المحظورة في المغرب. وقد اعتبرها آخرون ضربة موجعة لهذه الجماعة التي كانت تعتبر تركيا ملاذا وأرضية خصبة للتعبير عن آرائها. إلى هنا نأتي مشاهدينا إلى نهاية خبر اليوم، إلى اللقاء.